الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. بناء على معلومات تحصل عليها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، مفادها وجود شركة وهمية تحت اسم مجمع إيفرساي متخصصة في الاستثمارات المالية، والتي توهم ضحاياها خلافا للقانون بأنها شركة بنكية تبيع الأسهم والاستثمار المالي والعقاري وتستثمر أموال المواطنين مقابل فوائد مالية معتبرة. هذه الشبكة الإجرامية توهم المستثمرين بوجود فوائد وعائدات مالية جراء استثمار أموالهم في مشاريع وهمية بنسب معينة، كما أنها عمدت للترويج لنشاطها على منشورات إعلانية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بانتهاج أسلوب هرمي تسلسلي للإيقاع بضحاياها والاحتيال عليهم وإيهامهم بتحصيل فوائد ومبالغ مالية خيالية، حيث فاق عدد الضحايا 600 شخص قاموا بإيداع أموالهم لديها. على الفور تم تنشيط عنصر الاستعلام وتشكيل فريق تحقيق لمباشرة التحريات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، حيث تم وضع خطة محكمة للإيقاع بعناصر هذه الشركة الوهمية ووضع حد لنشاطها. العملية مكنت من توقيف 3 مدبرين رئيسيين من بينهم امرأة وحجز 13 مركبة فاخرة ودراجة نارية، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقارب 5 ملايير سنتيم. تقم من المعدن الأصفر بوزن 61 غرام 837 ملف خاص بعقود المبرمة للزبائن، 10 أختام مختلفة الأحجام والأشكال، 3 آلات حاسبة إلكترونية ذكية لعد النقود، أجهزة الإعلام الآلي و21 هاتف نقال ذكي، صكوك بريدية، دفاتر وبطاقات بنكية، يخت نزهة مجهز، بالإضافة إلى حجز عتاد وأثاث خاص بست شقق كانت تستغله لإبرام العقود. بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالتهم التالية: جريمة النصب والاحتيال، جريمة تبييض الأموال، مخالفة التشريع الخاص بسوق المال والبورصة، التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تهم أخرى. كنت نعاني من البواسر، ما نمشي ما نقعد. بعد ما استعملت إيمو براو اللي يناسب المرأة الحامل، صبت راحتي وطمنت على صحة البيبي ديالي. ما كاين نزيف، ما كاين ألم. إيمو براو، جان براو. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.